يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد لعشر الصبح في الاهلي، وبنبتدي بقى معاكم اولى فقراتنا الحواريه. كنا بنقول في الانترو بتاع حلقه النهارده ان الفن والرياضه هما بالفعل وجهان لعمله واحده. القوه الناعمه فعلا يعني شيء مهم جدا، لما يكون عندك ابطال وبطلات حققوا انجازات يعني بعد رحله صعبه جدا كلها مجهود وكلها معاناه وكلها تحديات وصعاب وعوائق الى اخره. الرحله دي كلنا تعرفنا عليها من خلال مسلسل الا انا، حكايه بتقلها ذهب واللي نال استحسان كل الناس، والناس كتير جدا الحقيقه كان ليه نسبه مشاهده عاليه جدا جدا، واللي طبعا هذا العمل عرفنا بمشوار ثلاث بطلات هم هدايه ملاك بطله التايكوندو، وسمر حمزه بطله المصارعه، وفريال اشرف بطله الكاراتيه. هنتكلم عن هذا العمل الفني، وكان كمان هنتكلم تحديدا عن دور طبيب هدايه اللي انقذها من مشاكل صحيه ونفسيه، واللي جسد دوره ضيفنا اللي منورنا في حلقه النهارده الفنان سمير بدير. صباح الفل على حضرتك. صباح النور يا استاذ. اهلا بيك، منورنا ومبروك المسلسل الجميل. الله يبارك فيك وشكرا جدا. يعني طبعا منورنا وجماهير الاهلي كلهم دلوقتي، اكيد اللي حتى مش بيتابع دلوقتي هيتابع على اليوتيوب على الصفحه، فيعني احنا سعداء بحضرتك، وموضوع حلو جدا وفكره جديده ان هي تطرح برضو، والتركيز على البطلات الرياضيات المصريات دي حاجه يمكن مؤخرا بقت حتى الدوله مركزه معاها بشكل كبير جدا وغيرت ثقافه المجتمع فعلا. خليني اروح مع حضرتك بس نعرف الكواليس بتاعت البدايه، فكره اصلا عرض الدور عليك، يعني شفت الموضوع ازاي؟ طيب خليني اقول الاول ان انا ماما امبارح وهي بتقول لي انت رايح فين بكره الصبح، انا رايح البيت عشان انا اهلاوي متعصب جدا، فانا فرحان اني موجود في قناه النادي الاهلي. واي اهلاوي هيبقى شايف ان قناه النادي الاهلي هي بيته، وفرحان طبعًا موجود مع حضراتكم طبعا في البرنامج الجميل دوت اللي احنا كلنا من متابعينه. طيب بدايه الدور جالي ازاي؟ انا بعد قصه ويبقى الاثر اللي كان مشارك فيها استاذ كريم اللي عدى فيها عديت فيها كنت تعاونت مع استاذ احمد يسري قبليها في فيلم اسمه ريتسا وفي يبقى الاثر، فالحمد لله سبت اثر كويس كده في المسلسل، فكان كلمني على شخصيه غير دكتور يحيى خالص. انا كنت اقدم شخصيه كابتن طلبة مدرب سمر، وابتديت احضر فعلا للشخصيه واجهز للشخصيه لغايه قبل التصوير ب 48 ساعه، ويمكن استاذ كريم عشان معانا في الجزئيه دي في الفن فبيبقى فاهم الحاجات ان ممكن يحصل تطورات وتغيرات على الهواء والكلام ده كله. فجالي الدور مفاجاه طبعا، ما كنتش لسه محضر، ما كنتش اي حاجه، بس الحمد لله حاولت ان انا اجمع نفسي كده ان هو من الابطال الرئيسيين في العمل طبعا. فالحمد لله انها جت سليمه، يعني جهزت نفسك لدور وقبلها ب 48 ساعه دور ثاني، رحت لدور ثاني خالص. طب كويس، دي بقى ضربات قدريه بس حلو ان هي ظبطت، يعني الشخصيه حلوه جدا، ثريه جدا، غنيه جدا، وتشافت والناس كلها حبتها وتعلقت بيها، وارجعت اليها برضو جزء كبير او جانب من الفضل على فكره، وانعكاسات اللي هو عمله معاها طبعًا على اللي هي حققته كمان من انجازات. اولا بس عايز يعني اتوقف للحظات عشان اوجه تحيه للاستاذ احمد يسري المخرج الجميل، واللي كنت لسه حتى انا وانت بندردش قبل هو بقول ان هو فعلا شخصيه محترمه جدا وفنان قوي وحساس قوي وعينه حلوه وكادراته حلوه واضاءاته حلوه، فكل التحيه ليك لو كنت بتتابعنا صباح الفل عليك. نرجع بقى لهذا العمل واللي ما شفناش زيه قبل كده، يعني فكره ان انت تجسد بطولات لأبطال سواء أولمبيين بارالمبيين، الفكرة نفسها ما حصلتش حتى دراميا كتير. كنا بندردش أنا ونهواند في أول الحلقة وقلنا مثلا حصلت كذا مرة على استحياء منهم مثلا النمر الأسود للفنان أحمد زكي، لكن دراميا ده ما اتحققش كتير، فهل ده كان من ضمن عناصر الجذب بالنسبة لك للمشاركة في العمل؟ أنا من أول ما سمعت القصة من أستاذ أحمد يسري أنا تشجعت جدا. أنا حسيت إن الموضوع دوت ما هوش شبه أي موضوع تاني إحنا ممكن نقدمه. في مشهد في الحلقة الأخيرة كنت أنا والدكتور أيمن الشيوي الفنان الجميل دكتور أيمن الشيوي بيقول على لسانه أو على لسان الشخصية إن الدولة شايفة إن دي النماذج اللي لازم الناس تشوفها، هي دي النماذج اللي ينفع يبقوا قدوة، مع احترامي الكامل للعبة الكورة والفنانين أو الكلام ده كله، بس إحنا لما قربنا من البنات دول، يعني سمر حمزة كانت موجودة معانا طول أيام التصوير، سمر جميلة وبنت كانت معانا استضفناها قبل كده، شخصية جميلة حتى يعني قعدنا نقول لها فكرة ان تقبل المجتمع والمصارعة وبتاع، لا 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 فيش الكلام ده، الثقافة دي اتغيرت، البنت صارعت وعملت مجهود عشان توصل لدوت، فكان لازم الناس تشوف ده، لازم الناس تشوف ان في بنات تقدر تنجح، تقدر تقدم
مجهود كويس وتاخد ميداليات في العاب فرديه العاب قتاليه كمان طبعا. فانا شايف ان انا نفسي بنتي بعد ما اتفرجت على المسلسل قالت لي بابا انا مش هرجع باخد دروس تدريبات الكاراتيه تاني. ما هو ده بقى الانعكاس الفن والرياضه واللي احنا انا وكريم كنا بنتكلم عنه في بدايه الحلقه، لازم يكون في يعني امباكت حلو او اوت كام حلو من الحاجه اللي احنا بنشوفها او بتعرض في الفن. طبعا. كمان الميكس ما بين الرياضه والفن، شوف قد ايه يعني ده كده بنت حضرتك، شوف كام واحده تانية ممكن فعلا الموضوع ياثر. صحيح. حاجه لا حاجه محترمه اكيد جدا. بس كان ليك بقى لقاءات مع الشخصيات الحقيقيه طبعًا. طبعا يعني خلينا نعرف. طيب اول صدام كان بيني وبين شخصيه حقيقيه هو الشخصيه اللي انا بعملها اصلا. ايوه طبعا. وانتوا استضفتوا دكتور حسن طبعًا. هو مؤلف العمل وهو دكتور يحيى الحقيقي، وعلى فكره هو يحيى هو ما سماش الشخصيه باسمه تيمنا بابنه يحيى حسن بطل مصر في التايكوندو اللي كل الناس متنبئه له انه هيكون من الابطال الاولمبيين الفتره اللي جايه. ولد محترم جدا متفوق في دراسته، ووالده كمان مجتهد معاه قوي في موضوع التايكوندو. فده كان اول الشخصيات. قابلت شخصيه عزيز اللي قدمها الفنان ايمن الشيوي صاحب شركه روابط اللي هم الرعاه اللي معانا في المسلسل. قابلت كابتن طلبه الحقيقي سمر هدايه كان كولز مش ما تقابلناش كتير. فريال كانت مع هند عبد الحليم معظم الوقت في تصوير المشاهد بتاعتها. فبامانه انا هم كمان قدموا لنا دعم جامد جدا. بالمناسبه يعني الفنانات بقى اللي لعبوا دور الشخصيات الحقيقيه، اصل هم مش جايين يعني يعملوا دور عادي، ده دور برضو ايه هنشوف من خلاله اماره لكونهم بطلات طبعا. وخصوصا في الرياضات القتاليه. طب يعني تم تجهيزهم ازاي؟ يعني ازاي صناع العمل اتعاملوا مع فنانات بعيدات عن الرياضه او عن النوع ده تحديدا من الرياضه ومطلوب منهم يجسدوا شخصيات بطلات في الرياضه دي؟ يمكن كان هاله شويه اللي قدمت شخصيه سمر حمزه. هاله من النوع اللي بيحب الرياضه وبيحب الجيم والكلام ده كله، بتمارس الرياضه بشكل كويس فده سهل عليها شويه. اوكي. انما احنا كان يوم ساره عبد الرحمن اللي قدمت دور هدايه او هند عبد الحليم اللي قدمت دور فريال مقسوم ل 20 ساعه تقريبا تصوير في اليوم عشان احنا بنعرض والاربع ساعات احنا بتتدرب، احنا ما كناش بننام تقريبا. وانا كنت ببقى موجود عشان بشوف لو حصل حاجه هو الدكتور بيميد ايده ازاي، بيعالج ازاي، بيتكلم ازاي، بيتصرف ازاي، لان معايشة مش دكتور طبيعي، هو دكتور متخصص طبعًا. في نوع معين. فكان لازم ان احنا نقدم المحتوى بشكل جيد وبشكل صحيح، لان احنا كنا متاكدين ان 90% من الرياضيين او المهتمين بالالعاب دول الالعاب ديت هيبقى متابع للعمل طبعا اكيد. فما كناش عاوزين يقول لا ده بيتصرف غلط او البنت دي رفعت رجلها غلط او اللعبه دي كان غلط. والحمد لله ان ربنا انقذنا من هذه المشكله. يعني هي. حلو جدا. استكمالا للسؤال كريم برضو، الشق الاخر مش فكره بس الاستعدادات، لا فكره هنا الكواليس اللي احنا ما نعرفهاش. احنا شفنا بطلات في الاخر وجابوا ميداليات وجم، بس بقى الرحله اللي فيها ابس اند داونز وتحدي وغيره، فدي بقى اللي احنا كنا عايزين برضو نسمعها من حضرتك بحكم تعايشك معاهم كابطال حقيقيين او حتى في المسلسل. كل حرف اتكتب يمثل من 10 ل 20% من الاحداث الحقيقيه، لان احنا ما بنيجي نعمل دراما ما بنقدرش نسرد الواقع بكل تفاصيله، يعني تفاصيله كتيره جدا. يعني انا مثلا لما جه الجزء بتاع فكره ان هدايه لازم تغير الميزان بتاعها من 57 ل 67 بعد ريو. طبعا. فسالت دكتور حسن انت ليه كنت مصمم ان هدايه تطلع ل 67؟ قال لي عشان وهي بتخسس اوكي فبتفقد الدهون اللي في جسمها، فبيحصل لها حاجه اسمها هشاشه عظام. هشاشة عظام البنت كان عظمها فعليا بيتكسر هدايا فعليا، عشان هي كانت متخيله مش هتقدر تكسب غير في 57. ده تحدي تاني. هداية ملاك دي بطل عظيمه، حققت فيه بطل عظيمه وحققت في 67 كمان. وكان تحدي رهيب لولا برضو شركه روابط والاتحاد المصري للتايكوندو وال مش عاوزين نقول اسماء السبونسرز يعني. السبونسرز وكان ده كله الا لو هيبقوا معانا سبونسر يعني يا ريت. اوكي. لولا الناس ديت ان هم دفعوا فلوس كويس جدا، معسكرات بره، مش معسكرات، هدايه قعدت 3 سنين بره في صربيا مع منتخب قوي جدا، كانها عضو في المنتخب دوت، بتتدرب بتلعب، وهو دوت اللي خلاها في الاخر انها زي ما جابت ميداليه في 57 جابت ميداليه في 67، وده كان صعب جدا.
وقيس على ده بقى مواقف كتير طبعاً. في ريال لولا الاهتمام المؤسسه العسكريه في ريال الكاراتيه ما كانش موجود في الاولمبياد. لا يعني حاجات كتيره جدا. طب احنا عايزين بقى نتعرف اكتر على حضرتك شخصيا. يعني خلفيه كده بسيطه وبداياتك الفنيه. انا طول عمري كنت بحب المسرح وما كنتش بركز خالص فكره الميديا او السينما او التلفزيون او الكلام ده كله لغايه ما جه صديق ليا انا بعتبره العراب بتاعي مساعد مخرج اسمه مؤمن حجازي. اسم موجود في السوق طبعًا. اسم محترم يعني طبعًا. قال لي سمير لا انت لازم تمثل في تلفزيون. طب اعملها ازاي؟ قال لي خلاص مالكش دعوه. رشحني الاستاذ خيري بشاره في فيلم في مسلسل الطوفان ورحت عملت حلقتين فلقيت استاذ خيري قال لي انت شاطر. قلت تمام كويس. ده استاذ خيري بشاره. ده خبر جميل. خيري بشاره يعني الموضوع كويس. وتوالت لغايه ما عرفني على المخرج الجميل صديقي الشخصي استاذ تامر حمزه. ومن هنا بقى ابتدت مع استاذ تامر الاب الروحي قيد عائلي مساحات ابتدت تكبر لغايه ما اتعرفت على استاذ يسري وابتديت معاه الرحله برضه وماشي. حلو جدا. احنا معانا بقى على التليفون دكتور حسن كمال كاتب السيناريو وحوار يعني خلينا بتقولها دهب طبعا. خلينا نرحب بحضرتك طبعا في البدايه وفكره رائعه وعايزين نعرف ان حضرتك اصلا جات لك ازاي. صباح الفل عليك. صباح الفل. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا. ازيك يا استاذ كريم؟ ازيك؟ صباح الفل يا فندم. صباح الفل. صباح الفل ومليون مبروك النجاح المدوي لهذا العمل. الله يبارك والانطلاقه حضرتك. الفنيه الجامده لحضرتك شخصيا مليون مبروك يا فندم. ربنا يخلي حضرتك. الف شكر. الف شكر. كنا بنتكلم بقى على فكره البدايه جت ازاي والفكره جت ازاي وهل في الفتره الجايه ان شاء الله برضو اعمال في نفس السياق ده كده؟ بص هو احنا يمكن احنا التقينا ما اعرفش انت فاكر ولا لا قبل الاولمبياد. انا كنت رئيس البعثه الطبيه في الاولمبياد اللي فاتت. تمام تمام. قعدنا مع بعض كده عملنا حوار في البرنامج عن التجديدات بتاعه الكورونا والطابق بتاعه البعثه الطبيه. تمام تمام. والحقيقه انا في الاصل روائي وكاتب من سنين طويله يعني فانا كنت دايما بقول ان فكره الرياضه تحويل دراما الرياضه لدراما حقيقيه توصل للناس هي فكره في منتهى الصعوبه. طبعا صحيح. محدش بيحاول يقرب لها لان دايما بيترد عليك يقول لك يا عم الناس انت بتخاطب جمهور مختلف بتخاطب ربات المنازل بتخاطب السيدات فالميل اكتر للمواضيع الاجتماعيه يعني. فانا عملت روايه كنت عامل روايه اسمها نسيت كلمه السر عن بطل رياضي قصه حياه بطل رياضي قبل كده. دي يمكن كانت اول روايه تخش في هذا الموضوع برضه كان بطل اولمبي كتير. وبعدين جالي مكالمه من صديق بقى اللي هو الشركه الراعيه للاعبات الثلاثه. قلنا اسماء بتاع 14 مره. خلاص انا قلت كل حاجه يا دكتور خلاص. شفت انا ما قلتش شفت انا نصح. اتفضل يا فندم. وبعدين قال لك ان في شركه انتاج مهتمه انها تعمل قصه بطله من البطلات مش عايز اقول انهي بطله فيكم بقى. فقعدت مع شركه الانتاج قلت له لا انا مش هقدر اعمل واحده لان انا عايز ادمج اكتر من واحده عشان اقدم لكل شرايح البيوت المصريه ما يناسبها في قصه رياضيه واحده. فاخترت ان انا ادمج قصه فريال وقصه هدايه وقصه قمر مع بعض لاختلاف الخلفيات الاجتماعيه والخلفيات التعليميه والخلفيات الثقافيه ولكن هم اجتمعوا على حب الرياضه وحب البطوله فحسيت انها هيقدم مزيج كويس جدا. بس عملت المعالجه وقدمتها للشركه، الشركه تحمست جدا جدا يعني وبدانا نشتغل. جميل. طب خلينا نعرف من حضرتك يعني طبعا الموضوع برضو زي ما انا وكريم كنا بنقول الموضوع جديد مش اول مره يعني مش لا يعتبر اول مره نشوف كمان التركيز او الفوكس على بطلات يعني كنا بنشوف ممكن امثله كوريه شويه ابطال يعني رجال لكن فكره هنا تغيير الثقافه برضو المردود حضرتك كنت متخيل ان هو هيكون بهذا الشكل الناس هتكون متقبله ده التاثير هيكون بهذا الشكل فعلا؟ بصي المردود ما كنتش متوقعه كده خالص حقيقه يعني انا كنت واخد الريسك وبقول لا انا عايز اعمل حاجه معينه اقدم حاجه معينه والمردود بقى ده بتاع ربنا يعني لكن كنت متوقع ان يكون في شويه يعني قبول غير المتوقع الناس متوقعه ان لا محدش هيتفرج وبتاع لكن انا كنت متحمس للفكره اللي انا عايز اقوله ودي دايما حاجه انا بقولها في كل حته يعني ان البنات والسيدات في الرياضه أكثر التزاما وإنجازا في هذه المنطقة من العالم. شهادة محترمة جدا. صح. أنا صح يا دكتور. منتخبات
سنين طويله جدا الشباب بتحتاج مجهود كبير جدا عشان تحطهم في اطار الالتزام الدائم ونخليه دايما مركز. البنات الابطال في الاصل مركزين. ده غير التحديات اللي بتقابلهم، غير يعني الكواليس بتاعه تكوين البطله نفسها بتهيالي بتبقى اصعب، فيها تشالنج اكبر من البطل يعني. واعتقد ده حضرتك صورته برضو من خلال مسيره حياتهم في المسلسل شفناها يعني. طبعا على قد ما قدرت الوقت كان يعني، احنا برضو بنتكلم على 10 حلقات ثلاث بطلات، لكن على قد ما قدرنا حاولنا نبين للناس قد ايه البنات بيمروا ب يعني تحديات، ما بين النظرة الثقافية والمجتمعية لبعض الناس، ما بين ان الابطال دايما بيجوا عادة من مستويات مختلفة، بعض المستويات لا تقبل الرياضات دي في المكان ده. ويعني انا حاولت يعني البيوت، الدراسة، التعليم، الجواز، هي الموضوع مركب جدا يعني. طيب الى اي درجة الفنان الجميل سمير بدير قدر يعكس كل اللي حضرتك كنت كاتبه بقى على الورق؟ بس هو الاستاذ سمير طبعا هو حبيبي يعني، هو جاء يعني مفاجأة العمل الجميلة يعني. هو الحقيقة خد الشخصية بتفاصيلها في حتة مزج ما بين ورؤيته الشخصية هنا هو، وما بين الورق، وما بين احتكاكه، هم اتحركوا الحقيقة في الوسط الرياضي شوية، وطلع نموذج مختلف. هو الحقيقة طلع نموذج متميز جدا، نموذج أقرب ما يكون للواقع، لأن دكتور الفرق ودكتور المنتخبات يعني وضعه يبقى مختلف عن اي طبيب عادي. ده مطلوب منه يشجع، ومطلوب منه يواسي، ومطلوب منه يجهز للماتش الجاي يعني صحيح. فهو لازم يبقى عنده روح معينه. استاذ سمير الحقيقه عملها باتقان شديد جدا، الصداقه، الغيره على اللعيبه وعلى صحتهم، لان ده صراع برضه هو بينه بمنتهى الذكاء، الصراع اللي بيحصل ما بين النتيجه المطلوبه من اللاعب وما بين لا انت في مرحله خايف على صحه اللاعب. ده بيتحول ده من الحاجات الخفيه اللي ما بتبانش قوي قدام الناس، يقول لك لا ده لازم يلعب الماتش الجاي، لا مش هلاعبه الماتش الجاي خلاص ما ينفعش. فلا الصراحه يا استاذ سمير بدير اجاد، وهو بيتميز بخفه ظل شديده جدا صحيح. انا بس مش عارف ايه موضوع الكرش اللي كل شويه يحطه في كل اربع حلقات. انا مش كاتب كرش ده يا استاذ سمير، كل شويه كرش. لا ما سمعتش، بقول لك موضوع الكرش اللي موضوع الكرش بكرر ذكره. انت بكرش يا دكتور حسن؟ يا اخي انا ما كتبتش عنه. انا بس عاوز اسال دكتور حسن، هل انا قدرت اوصل خفه ظل شخصيه دكتور يحيى للمشاهد بشكل كويس، ولا ازود الفتره اللي جايه؟ لا بس انت لا بص عليك بجد، انت انا كنت بتفرج عليك في التصوير يعني اكثر من مره، وانت عارف انت جوه التصوير يعني فعلا كنت انت واخد شخص، انت يعني شخصيه الطبيب المنتخب، انت خايف على اللعيبه وخايف على الفرقه وخايف على البلد. الحقيقه انت اجدت وفعلا عملت الدور باقتدار شديد يعني. شهاده كبيره شكرا جدا يا دكتور. عموما موفقين حضراتكم، عملتوا عمل مختلف جدا ومميز جدا، ونال الاستحسان اللي هو يستحقه الحقيقه. كل التوفيق لحضرتك في كل الاعمال القادمه باذن الله، وشكرا لوجودك معانا. شكرا ليك يا دكتور. شكرا. معرفش برضو انا عايزه ارجع يعني اتكلم مع حضرتك شويه استاذ سمير اكتر يعني قبل المسرح وحبك للمسرح يعني. اصل بجد احنا شفنا شخصيه فعلا زي ما الدكتور كان بيتكلم، مش حد مثلا لسه بادئ او مثلا بيحب المسرح بقاله سنوات، لا دي شهاده حقيقيه والله. احنا مش بنجامل حضرتك بجد، عملته بشكل جميل جدا، شكل نصدق جدا ان حضرتك فعلا هذا الدكتور، الشغف اللي كان عندك. فمعلش بقى رجعنا كده، الموضوع اكيد مش بس حديث يعني. هي الفكره بالنسبه لي ان انا بحب المجال دوت، انا بحب التمثيل، وطول عمري كنت بحب المسرح. اسيب الجامعه واروح اشتغل مسرح، اسيب المدرسه يعني جوه المسرح وجوه المدرسه وجوه الجامعه انا موجود في المسرح. يعني اخطف محاضره، اخطف محاضره واطلع على المسرح، اخطف حصه واطلع على المسرح. فاول ما جات لي الفرصه كان قدامي حاجه من الاثنين، يا اما هبقى مجرد حد لطيف عدى، او ان انا اسيب اثر. فهو دوت اللي انا ركزت فيه. انا حاسس ان انا ممكن اكون موجود في مربع مهم، فاحساسي بموهبتي وبرد فعل الناس مخليني دايما انا بخش المشهد وبحس ان هو ده المشهد الوحيد اللي المشاهد هيشوفه. فلازم اطلع احسن ما عندي فيه. انا كنت كل يوم، احنا صورنا على مدار حوالي 22 يوم، كل يوم كنت اقرا من الحلقه الاولى للحلقه العشرة لما اروح. يعني بيبقى عندنا خمس ست ساعات،
ما بين الاوردر والاوردر مثلا 5 6 ساعات دول في يوم ساعه ارجع تاني ابص في الورق، يمكن في حاجه ناقصه، يمكن في حاجه لازم تتزود، يمكن في حاجه انا ما كملتهاش. غير طبعا الحرب النفسيه اللي كانت بيني وبين دكتور حسن طول المسلسل. يعني في الاخر انا قلت له بص يا دكتور حسن لازم اعمل معاك مشكله، فبيقول لي طب حاول. فجيت في الحلقه 9 المفروض ان هم قدموا شخصيه زوجة الدكتور، فقلت انا متجوز عليكي. فطبعا احنا بننقل احداث حقيقيه، فمش عارف بقى دكتور حسن في البيت الاخبار ايه، هل صدقوا المعلومه ما صدقوهاش، احنا لسه هنشوف الموضوع يعني. بس خير جميل خير. جميل ان انت مهتم بالتفاصيل، وجميل ان انت مهتم بحته المعايشه، لان في ناس كتير يعني بيتعاملوا مع الموضوع من وجهه نظرهم باحترافيه او بحرفيه، ان يعني هم ايه عارف خلاص اللي هو معلم في حتته، فمش محتاج يعمل كده، علما بان مفيش حد مش محتاج يعمل كده. طبعا. مهما على شان الممثل، كل ما هو محافظ على الروتين ده في التعامل مع الفن ومع الشخصيات والادوار اللي هو بيلعبها، كل ما هو بيحافظ على تميزه واختلافه طبعا عن الاخرين. فدي نقطه في منتهى الاهميه اللي حضرتك بتعملها دي. احنا لغايه النهارده بنقعد نسمع حواديت عن الله يرحمه استاذ احمد زكي، كان طبعا بيبقى متعايش ازاي كل يوم طبعا، وقبل وبعد استاذ خالد صالح الله يرحمه، استاذ جميل راتب، استاذ عادل ادهم، الناس ديت ما لعبتش من المنطقه بتاعت انا معلم وخلاص. لا، هما طول الوقت كانوا بيبحثوا عن التفاصيل. زي ما بيقولوا دايما الممثل مش السطور المكتوبه، هي الهيدن او السطور المخفيه. فهو دوت اللي احنا بندور عليه طول الوقت، هو بقى الشطاره انت بتقدر توصل للهيدن دوت ولا لا. صحيح. ده اللي احنا بنقعد نتعلم ونذاكر وناخد ورش في التمثيل عشان نقدر نوصل للهيدن دوت. طب انا عندي سؤال كده، يعني اكيد مش اول مره تسمعه، بس احنا شفناه، انت عرفته خلاص. لا لسه او لا لسه لا المقارنه في مش بس في الشكل شويه، هو الشكل قريب بس في الفكره. بقى طبعا النجم الكبير خالد صالح، هل يعني اكيد سمعتها كتير، هل بجد زي ما بيتقال استاذ سمير ده القادم او خالد صالح القادم؟ احنا سمعناها، ما اعرفش هي وصلت لك ولا هي لا. هي جت عليا فترات ايام ما كنت بشعر اوكي، فكنت هاني رمزي القادم. اوكي. هاني رمزي؟ لا مش شبهه. لا ده لا زمان يعني زمان. شويه كانت استاذ ريهام حجاج، كنا بنعمل مع بعض مسلسل بيومي 2. فيك من بيومي فؤاد جدا. فبيومي 2، فدلوقتي اتحطيت في المربع اللي انا نفسي فيه. ايوه المربع استاذ خالد صالح اللي لا يمكن حد هيقدر يلمس المربع دوت. هو كل ما هنالك ان انا احاول اسعى ان اقرب من الخط، ان فكره اقتحام المربع دوت. لا هو مفيش ممثل هيجي يقدر يقتحم مربع كل المربعات اللي انت ذكرت اسمها مرعبه صعب يعني. مرعبة. هي تفرح الواحد يعني. انا لو من حضرتك لو مكانك اكيد هفرح بس هقلق. طبعا. أيوة. مش كبير. انا ما بفرحش ودايما شايف نفسي وحش ودايما شايف نفسي لا انا لا ايه ده لا الباشا ده كان لازم يا الله ازاي في افيه هنا حلو وفي تفصيله هنا حلوه. فيمكن دوت اللي مخليني لغايه دلوقتي الحمد لله ماسك نفسي. حلو جدا. طب ايه بقى اللي جاي؟ مش اعمال فنيه على قد ما استاذ سمير عايز يعمل ايه؟ يعني راسم دايما، كل واحد فينا في مهنته راسم لنفسه طبعا حاجه، كل خطوه جايه بيبقى راسمها لنفسه. راسم نفسك ايه؟ يعني عايز تخش دلوقتي تحقق ايه؟ عايز اكمل في الدراما ولا اخش السينما ولا اعمل ادوار معينه بشكل يعني؟ خلينا نعرف. دايما من زمان كنت بقول انا بكره ان اكون مشهور. ياه. جدا. محدش يحب المجال ده ويكره الشهره. لكن احب اكون ممثل مهم. اوكي. وممثل مهم ما هوش النجم، هو الممثل المهم المؤثر. يعني في عندنا نجوم كبيره، لكن لما تيجي تتفرج على فيلم ليهم هتلاقي مثلا ان استاذ احمد السقا بكل العظمه اللي فيه كفنان كبير ونجم بجد، استاذ خالد صالح كان ممثل مهم موجود معاه. طبعا. استاذ محمد سعد كان استاذ حسن حسني ممثل مهم موجود معاه. انا مش بقول ان انا عاوز العب الادوار ديت، بس انا عاوز اكون، اتمنى اكون في اهميه الناس دول في اي عمل. كويس كده. بس برضو ما هو يعني الطموح ما بيختكش لنجوميه الشباك كتعبير ومصطلح سينمائي يعني جاذب لكتير جدا من الناس اللي بيمتهنوا هذه المهنه. والله هقول لحضرتك على حاجه، يعني انا مثلا عمري ما شفت استاذ عادل ادهم نجم شباك. لا لو على الصعيد ده ولا الراحل محمود المليجي ولا الاستاذ محمود المليجي، ده مثلا الاعلى استاذ محمود المليجي. استاذ زكي رستم. طبعا. ما هواش استاذ يوسف وهبي، ما هواش الشعب. بس النهارده الناس دول احنا فاكرينهم طبعا يمكن بعد وفاتهم ب 50 و 60 سنه. صحيح. صحيح. صح.
انا اتمنى ان الناس تبدا يعني، وعشان كده دايما انا ما سلكت السلوك النجم اللي هو حافظ على شكلك زي ما هو، ما تغيرش شكلك كتير، ازرع يعني شعر مثلا كان ده كله الكرش ده بالذات ده مهم قوي بالنسبه لي. بالعكس انا كل عمل يعني، ممكن حضرتك كمان 5 سنين تكتشف ان انا اللي عملت دور صاحب الشركه في فيلم قصه حب. ايه ده؟ لا انت ما كانش شكلك كده. ايوه ما كنتش انت تاجر الاثار في مسلسل قيد عائلي. انت كنت من غير ده خالص. لا انا بالنسبه لي لحظه النصر اللي هشوف فيها نفسي كممثل لما يتقال ازاي يا سمير انت عملت كل دوت وبالشكل ده او بالمقدار ده. بس ده المهم بالنسبه لي. بس في سؤال برضو يعني، وعايزين اجابه شفافه. الشعر؟ لا. لا 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 بعيدا عن الشعر. اي حد لما بيبتدي ياخد فرصه وينجح فيها وياخد فرصه وينجح فيها ويبتدي الموضوع يعني يتوفق فيه، بيحس ان هو اي دور هيجي له الانتشار اهم، بما معناه يعني هل حضرتك بتفكر دلوقتي في الانتشار على قد يعني اكتر ما بتفكر في فكره ان انا اعمل الادوار اللي انا محتاجها؟ يعني خليني بمنتهى الشفافيه. طيب هو في الاول في الاخر انا عندي اقتناع ان ربنا كاتب لي ان اعمل 200 عمل. 200 عمل كمثال هعملهم السنه دي، هعملهم السنه الجايه، هعملهم كلهم في سنه، هعملهم في 10 سنين زي ما تيجي بس أوكي. اهم حاجه ان ال 200 عمل دول ما يبقاش عمل منهم انا موجود لمجرد ان انا ابقى موجود. ان ابقى موجود حتى لو هعمل مشهد واحد. انا معظم الـ 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 في الخط بتاعي انا في الحياه في التمثيل او الاربع سنين اللي فاتوا كنت اروح اتعرف على مخرج اعمل معاه مشهد واحد زي استاذ احمد يسري. استاذ احمد يسري رحت عملت معاه مشهد واحد في فيلم ريتسا، قال لي انت معايا. احنا بنسمع الكلام ده كتير. انت قلتها ابو جمال. ماشي. فاستاذ احمد يسري بعد كده لقيته طلبني في الا انا ويبقى الاثر دور اكبر لغايه ما وصلت. كان حلو قوي برضه. لغايه ما وصلت النهارده ان انا بعمل دور زي دور دكتور يحيى في تقلها ذهب. فمش مهم من الانتشار اكتر ما مهم ان اللي ربنا كاتبه لي اعمله كله حلو. كويس قوي ان انت عندك، ما دي بيسموها قوه الرفض، ان انت تبقى عندك القدره ان انت في المرحله اللي انت محتاج فيها المزيد من الانتشار بس ما يجيش على حساب الكواليتي. دي في حد ذاتها الى جانب تفاصيل كتير سمعناها منك دي تطمنا عليك وعلى اللي جاي ان شاء الله. لسه رافض مسلسل مهم قوي فزعلان بصراحه. بس انا دايما بقول ان نورتنا وشرفتنا واسعدتنا بالدور الجميل، ونتمنى ان شاء الله نشوفك عن قريب في ادوار مختلفه كتير. شكرا جدا يا استاذ كريم. شكرا يا استاذ نواند. انا مبسوط جدا ان كنت معاكم النهارده. الله يخليك بجد. اهلاوي وانا مبسوط ان كنت في البيت النهارده. لا انت نورتنا وده بيتك طبعا وبيت كل اهلاوي، وعايزين بقى مع الفن يبقى فيه رياضه. نشوفك بقى المره الجايه نلاقي 6 باكس وشغل تاني. بلاي ستيشن في بلياردو. ده بتلعب رياضات عنيفه يعني. لا موجود برضه. لا موجود. نورتنا. شكرا جدا. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.